معك، ولكن لا تقاطعيني، وإياك أن تعبثي بمحتويات مكتبتي أثناء حديثي. اتفقنا؟ اتفقنا يا مكتوب. هيا حدثني عن بئر زمزم. بئر زمزم هي بئر ماء تقع في الحرم المكي على بعد 20 متراً فقط من الكعبة المشرفة، ويبلغ عمق البئر 30 متراً. ويعد ماء زمزم ماء مباركا، وله قصة عظيمة وردت في القرآن الكريم. وسنكتفي بهذا القدر اليوم، وغدا سأكمل لك قصة هذه البئر إن شاء الله، وسأخبرك لما ماؤه مبارك. لقد خدعتني يا مكتوب. أنا لم أخدعك يا سارة. لا، خدعتني، أخبرتني بمعلومات قليلة جدا عن البئر ولم تخبرني بقصته. هذا لأنني مشغول جدا اليوم، ولدي العديد من الأطفال الذين يطلبون مني قراءة قصص لهم، وأنت لم تحددي موعدا قبل أن تأتي وفاجأتيني بقدومك. لما تعتقدين أنه يجب تلبية كل طلباتك في الحال؟ هل صرت مهماً لهذه الدرجة لنحدد معك موعداً قبل أن نأتي لمكتبتك يا مكتوب؟ سارة، لن أتشاجر معك، فليس لدي وقت. هيا اذهبي إلى البيت، وغداً سأحكي لك قصة البئر كاملة. هذا وعد مني، وأنا دائماً أفي بوعودي. حتى أنت يا مكتوب؟ الجميع تغير وصار مشغولاً، حتى هذا الكتاب. أسمعك جيداً يا سارة، هيا اذهبي إلى البيت وتعالي غدا. سأذهب إلى البيت ولن آتي غدا، وسأعرف قصة البئر وحدي دون مساعدة منك. أتمنى لك التوفيق. لا تغضبني. هيا إلى البيت أيتها الصغيرة. سارة، منذ أن جئت وأنا أراك حزينة، هل هناك أحد أزعج حفيدة الجميلة؟ الجميع يا جدي. الجميع أزعج قمري الصغير؟ تعال، تعالي يا سارة. نعم يا جدي، الجميع أزعج قمرك الصغير. حسناً، أخبريني كيف حدث هذا؟ كنت أريد معرفة قصة بئر زمزم، والجميع منشغل اليوم ولم أجد أحداً يحكي لي القصة. ولما هذه القصة بالتحديد؟ رأيت أحمد يضع في حقيبته زجاجات مياه، فأخبرني أنها مياه مباركة من بئر زمزم، سيذهب ليعطيها لصديقه قبل أن يسافر، فدفعني الفضول لمعرفة قصة بئر زمزم. ولما لم تذهبي إلى مكتوب ليحكي لك القصة؟ مكتوب يا جدي صار هو الآخر منشغلا، فلديه العديد من الأطفال الذين يذهبون إليه كل يوم ليحكي لهم القصص والحكايات. كل يوم ليحكي لهم القصص والحكايات؟ وما المشكلة؟ هل ذهبت إليه ورفض أن يحكي لك؟ لا يا جدي، لقد خدعني، أخبرني بمعلومات بسيطة عن البئر. وبماذا أخبرك؟ قال لي إن بئر زمزم هي بئر ماء تقع في الحرم المكي، وتبعد 20 متراً فقط عن الكعبة المشرفة، ويبلغ عمق البئر 30 متراً. ثم قال غدا سأحكي لك القصة كاملة لأني منشغل. هو لم يخدعك يا سارة، هو فعلا مشغول جدا، ولذا طلب أن يكمل لك القصة غدا. ولكن لا تحزني أيتها الجميلة، سأحكي لك أنا القصة بنفسي. هل ستحكيها لي الآن؟ نعم، اسمعي يا صغيرتي.
تزوج النبي إبراهيم عليه السلام من السيدة سارة ولم تنجب، فوهبت له جاريتها هاجرة لتنجب له ولدا، وبالفعل ولدت السيدة هاجرة نبي الله إسماعيل عليه السلام. وذات يوم أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذهب بالسيدة هاجر وولده إسماعيل عليه السلام إلى واد مهجور ليس به زرع ولا ماء عند بيته المحرم، ويتركهما هناك. وعندما هم سيدنا إبراهيم بالذهاب قالت له السيدة هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت: إذن لن يضيعنا الله. قال تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ظلت السيدة هاجر مع ابنها إسماعيل في هذه الصحراء، ومرت أيام ونفد ما معهما من الزاد والماء. بدأ الرضيع بالصراخ والبكاء من شدة الجوع والعطش، فأخذت السيدة هاجر تبحث في كل مكان وتسعى بين الصفا والمروة لعلها تجد ماء أو طعاما أو أحدا ينقذهما. وكان سعيها بين الصفا والمروة 7 أشواط. وعندما عادت السيدة هاجر إلى ابنها سمعت صوتا فقالت له: صح. ثم سمعته مرة أخرى فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا بجبريل عليه السلام يضرب الأرض بجناحيه، فانفجر نبع ماء زمزم المبارك. فرحت السيدة هاجر كثيرا وأخذت تحاول أن تحبس الماء خوفا من نفاده، وراحت وهي تغرف منه تقول: زم زم. ولذلك سمي بئر زمزم. شربت السيدة هاجر وأرضعت ابنها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو كانت تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وبدأ يحل العمران في هذا المكان، واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودبت الحياة في المكان الطيب المبارك. أنت رائع يا جدي. أنت أيضا رائعة. أراك بعد قليل يا جدي. إلى أين؟ إلى أين ستذهبين؟
سأتصل بمكتوب لأخبره بأنني عرفت القصة وحدي. هل أخبرت كل الفريق بالخطة التي سنلعب بها غداً يا يوسف؟ بالطبع يا ياسر، أخبرت الجميع وفهموا الخطة جيداً، وبإذن الله سنحقق الفوز. أتمنى ذلك يا صديقي، لقد بذلنا جهداً رائعاً طوال البطولة، ولم يبقى لنا سوى تلك المباراة ليتوج فريقنا بالكأس. بإذن الله سنفعلها. ما رأيك يا صديقي أن ننام الآن لنستيقظ مبكراً نشيطين ونحقق ما سعينا لأجله طوال الأيام السابقة؟ أنت محق يا يوسف، سأنام الآن. ألقاك على خير غداً يا صديقي، تصبح على خير. مع السلامة يا صديقي. لقد طلب مني يوسف أن أعطيك التذكرة المجانية لحضور المباراة النهائية. هيا هيا يا مكتوب، ستتأخر عن المباراة ولن تستفيد بالتذكرة المجانية. هيا أسرع يا مكتوب، فالوقت ينفد. ماذا تقصدين يا فاطمة بجملة تذاكر مجانية؟ لقد كررتها كثيرا. اسمعي جيدا، يوسف وياسر أصدقائي، وكنت سأحضر لهم المباراة النهائية حتى لو كنت سأدفع مالا في شراء التذاكر. وكيف كنت ستشتري التذاكر وأنت لا تملك المال يا مكتوب؟ سأعمل بأجر مجز يوما ما وأشتري كل ما أتمناه، ومن ذلك تذاكر المباراة النهائية لفريق يوسف وياسر. بل ستظل كتابا، والكتب لا تعمل يا مكتوب، ولا تحصل على أجور مثل البشر. أنت تحلم. كلمة إضافية يا فتاة تخرج من فمك، وسأطردك من مكتبتي. هل فهمت؟ لن تفعلها، لأن تذكرتك معي، فإن طردتني من مكتبك سأقطع التذكرة أمامك ولن تذهب إلى المباراة. هل فهمتني؟ هزمتيني هذه المرة. أنا أهزمك دوماً يا مكتوب. حسناً، أعطيني التذكرة واهتمي بالمكتبة لحين عودتي، ولا تعبثي بمحتوياتها. ها؟ ماذا حدث؟ انظر حولك. ما هذه النيران؟ وما هذا الدخان الكثيف؟ لقد حدث حريق في الملعب وتم إلغاء المباراة، والحمد لله أنه لم يصب أحد بأذى، فلولا فضل الله أولاً ثم تدخل وحدة الإطفاء لكان الأمر تطور. الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من النار في الدنيا والآخرة. إن هذه النيران وهذا الدخان الكثيف يا يوسف يذكرني بقصة سيدنا إبراهيم عندما ألقاه قومه في النار. يبدو أن إلغاء المباراة أثر على تفكيرك. تقول إن قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقوه في النار؟ هل ستكمل وتقول أنه خرج منها حيا؟ نعم، هذا ما حدث. من أين جئت بهذه المعلومات؟ انتظر، هل تتشاجران قبل المباراة بدلاً من أن تتحد معاً لتحقق الفوز؟ لقد ألغيت المباراة، هناك حريق حدث في الملعب. يا الله، هل هناك أحد أصابه مكروه؟ لا الحمد لله، ولكن يبدو أن صدمة إلغاء المباراة أثرت في عقل ياسر. أنا عقلي سليم، بل أنت من لا يعلم ولم تقرأ في قصص الأنبياء جيداً. حسنا، لنجعل مكتوبا يحكم بيننا. موافق. يا مكتوب، ياسر يقول إن قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقوه في النار وخرج منها حيا. هذا صحيح يا يوسف. كيف؟ النار تحرق كل شيء. هذا صحيح، النار تحرق كل شيء،
ولكن سيدنا إبراهيم كانت إحدى معجزاته أنه خرج منها حياً. ما رأيكما بأن أحكي لكما القصة؟ حسناً، احكي. سأحكي، ولكن ليس بجوار هذه النيران والدخان الكثيف. أخشى على أوراقي وغلافي أن يصيبهما أذى. هيا بنا إلى المكتبة. هيا بنا. أراد النبي إبراهيم عليه السلام أن يثبت لقومه أن الأصنام التي يعبدونها لا تستطيع حماية نفسها وأنها ليست آلهة، فقام بتكسير الأصنام إلا الصنم الكبير، إذ علق الفأس عليه لعلهم يسألونه عن الذي حطم أصنامهم. ولما رجع قوم إبراهيم من عيدهم الذي يخرجون فيه للسياحة والنزهة ووجدوا أصنامهم محطمة، غضبوا غضبا شديدا واتهموا النبي إبراهيم عليه السلام بتحطيمها. ولما سألوه عن ذلك قال لهم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ومراد إبراهيم عليه السلام من ذلك أن يبين لقومه أن الأصنام التي يعبدونها لا تستطيع حتى أن تدافع عن نفسها، فكيف يمكن أن تكون آلهة؟ وقد اعترف قومه بعجز أصنامهم، حيث ردوا على إبراهيم عليه السلام بقولهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فرد عليهم النبي إبراهيم عليه السلام بقوله: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أي كيف تعبدون هذه الأصنام وأنتم تعلمون أنها عاجزة وأنها لا تنفع ولا تضر؟ وبدلا من أن يستجيبوا لدعوة النبي إبراهيم عليه السلام استكبروا واتفقوا فيما بينهم على القيام بحرق النبي إبراهيم عليه السلام، فجمعوا حطبا كثيرا وأشعلوه نارا، ثم ألقوا النبي في تلك النار، ولكن الله أنجاه منها. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبرغم رؤيتهم تلك المعجزة التي حدثت أمام أعينهم استمروا في كفرهم وظلمهم وعنادهم. فلما لم يجد النبي إبراهيم عليه السلام منهم قبولا لدعوته هاجر من بابل في العراق إلى أرض الشام. هل صدقتني الآن؟ نعم، تأكدت من هذه القصة أن عناية الله للعباد تحميهم وتقيهم من كل شر. فلو اجتمع الناس على أذى شخص ما وأراد الله حفظه لن يستطيعوا أن يمسوه بأذى، وهذا ما حدث مع نبي الله إبراهيم عليه السلام، حفظه الله من شرور قومه ومن النار. بارك الله فيك يا يوسف. ها؟ لما أنت حزين يا مكتوب؟ حزين لأنني لم أستفد من التذكرة المجانية ولم أشاهد المباراة. سارة، نحن لم نقم منذ مدة بتحديات جديدة. أنا أشعر بالملل، هل لديك أفكار لتحديات يمكننا تنفيذها؟ ما رأيك بأن يكون التحدي هذه المرة تقرباً لله عز وجل؟ ماذا تقصدين؟ وضحي لي أكثر. أنا وأنت اتفقنا منذ مدة أن نتم حفظ جزء تبارك، ولكننا لم نفعل ذلك وتكاسلنا ولعبنا كثيراً. ما رأيك بأن نفعلها الآن ونتم حفظ جزء تبارك؟ فكرة رائعة، سنحدد مدة. ما رأيك بأن نجعل المدة شهراً؟ 30 يوماً فقط. اتفقنا. حسناً، سنبدأ من الغد. لا، بل سنبدأ من اليوم، فهذا العمل لا يجب أن نؤجله للغد. موافقة، والآن سأذهب إلى المنزل لأبدأ. وأنا أيضاً سأجمع الألعاب وأدخلها وأبدأ الآن. بإمكاننا أن نحفظ معاً يا صديقتي، فقط كلميني وسآتي إليك أو تأتين أنت إلي. رائع. ثم
غريب الأمر، إني ألاحظ أنهما يقرآن من المصحف كثيرا خلال هذه المدة. هل سيشتركان في مسابقة للحفظ أو التلاوة قريبا؟ فهاتان الصغيرتان تعشقان اللعب، فالدافع الذي يجعلهما تهتمان بالتلاوة طوال هذه المدة هو المسابقات والتحديات. أحسنت يا أبا عمر، هو كما خمنت. مسابقة بل تحد، ابتكرتا معا تحديا بأن يحفظ جزء تبارك كاملا خلال 30 يوما، وغدا سيذهبان إلى مكتوب ليساعدهما في فهم بعض الصور والآيات. الحمد لله، بارك الله فيهما وأنبتهما نباتا حسنا. فكرة التحدي رائعة بالتأكيد، ولكن أخبراني، لما جئتما إلي الآن؟ هل تريدان مني أن أحكم بينكما في تحديكما هذا؟ لا، بل جئنا إليك لأن سورة الجن استوقفتنا أثناء حفظها. ولما استوقفتكما؟ كنا نعتقد أن الله أرسل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم للإنسان فقط، ولكني علمت أن هناك كائنات أخرى ستحاسب مثلنا على أفعالها، وهي الجن. هذا صحيح. هل يمكن أن تشرح لنا قصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الجن؟ حسناً، سأخبركما بها. لقد أنزل الله عز وجل سورة كاملة وسماها سورة الجن، وذكرهم في أكثر من موضع في القرآن الكريم. ومن هذه القصص روي أنه في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أقام أياماً في وادي نخلة القريب من مكة، وخلال مدة إقامته هذه بعث الله إليه نفراً من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم وأسلموا وعادوا إلى قومهم منذرين ومبشرين. هل الجن منهم الصالح والطالح والمؤمن والفاسد؟ نعم يا فاطمة، فمنهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ومنهم الصالحون ومنهم المفسدون، ومنهم الشياطين ومنهم العفاريت. قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى أيضا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا. وهل لهم قدرات خارقة؟ نعم، فقد منح الله عز وجل الجن قدرات خاصة، منها سرعة التنقل الفائقة، ويستطيع الجن التحليق في الفضاء الخارجي، وكانوا يستمعون إلى السماء وينقلون أخبارها إلى الكهنة بعد إضافة كثير من الأكاذيب إليها. فلما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب والملائكة. يقول الله عز وجل على لسان أحد الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وما هو طعامهم؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن طعام الجن، وهو العظم والروثة. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما فقال: هما من طعام الجن. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. معلومات رائعة، جزاك الله خيرا يا مكتوب. ها،
فاطمة نامت. لقد سهرت كثيرا بالأمس للتلاوة والحفظ ولم تنم جيدا. اخفضي صوتك. أنا من سيفوز بالتحدي. يبدو أنها فازت بالتحدي في الحلم. قصص.